وأي إشكال لهم علينا في أن الشيعة يكرهون عمر ويبغضونه ويلعنونه في الصلوات؟ عمر لعون ويجب تجب البراءة منه. اخطو عليك يا سب. فنحن نقول أن هؤلاء لا سكتة زنادقة ليسوا عجولا، أما هم يقولون نعم عجول رضي الله عنه. لا زك لا عود، الله يلعنك أمك يا شيخ. بلا شك أن عائشة كافرة. اخطو عليك يا سب. عمر لعنه الله. اخطو عليك يا سب. عمر بن الخطاب لعنه الله عليه. اخطو عليك يا سب. حميراء عائشة لعنه الله عليها. اخطو عليك يا سب.